على مالي غادي جاوبك على القضيه اللي فاش سولتوني ديال الغربان والناس كانوا جاتهم عجوبه وجيتو عندي طنداري ورحبت بكم وما خليت ما درت عليكم رشو داري تبارك الله راه ما كتخواش انا بعدا غادي نقدم راسي للمشاهدين باش يعرفوني معاكم لا ملكه شوافه كنقولها وكنعاود نقولها ايه شوافه انا صاحب ليلى ماما الدنيا الفنانه المشهوره القرديره المحترمه يعني راه كلشي كيعرفها وبنتها اللي وقع لها هذاك المكتب ديال ابتسام راه مسكينه هي وقع لها المكتب راه درويشه راه حنا عارفين هما دوك الناس الله يعمرهم مربيين متخلقين راه الناس الكرم والجود وانا الصراحه بقى فيا الحال اختي فاطمه زهراء على قبل فاش كنتو كتسولوني على الغربان هذاك الغربان لاش فيه راه فيه البركه وانا الجواد اللي كيخدموا معايا هما اللي كيتحكموا في هذاك الغربان الوقيته فاش كاع دوزات ابتسام هذاك السجن هذيك المده مسكينه الله يرزق عليك يا ابتسام انا نفرجك بالرضا ونغطيك بالرضا دراو واش هذوك البنيات راه ما نقول لك كدايرين درت انا هذيك البركه فهذاك الغربان على قبال عندي جوادي عندي قروش وعندي فروش وعندي جاك ماري هادو كاملين كيخدمو معايا هادو الجواد ديالي واحد كيكون مور الفجر والاخر كيكون قبل الفجر تقريبا وكان داري الزم راه غير ما شوفي بغيت نقول لك واحد القمة الله يرضي عليك راه الشوافة فيها وفيها هي الشوافة فيها وفيها راه كندير هداك الشي حباني ورباني ولي بغاني يجي لداري مقصود راه كلشي كيجي عندي داري راه ما كتخوى داري كلشي يا صاحب المحكمة يا كلشي 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 راه شغنقول لك داري انا راه ما كتخوى ديما عندي عامرة ولي عندو المشاكل كيجي عندي كندير ليهم البركة يا اختي كنتي سولتيني على قبل واش الدنيا غتدخل الحبس راه لا اختي غنقولها ليك من هنايا راه ما غاديش تدخل الحبس نهائيا نهائيا اللي عندي عندي هاد الشحموط اللي قلت لك يكون قبل الفجر هذاك راه ديما كيعزم راه حتى القضية في المحامي ديالها راه المحامي ديالها على ما شفتو كيفاش كيدخل يخش في الهضرة على قبال هذاك الشماروش اللي كيكون عندي نهار الاربع ونهار الاربع راه كيحكمو في هذوك اللي كيكونوا زينين كيبداو يحكمو فيهم حتى كيوليو ينطقو بشي كلام كيبداو كيما كنقولو غير كيربعو كيدخلو يخشو في الهضرة والمحامي ديالها راه مؤخرا راه شتو كيفاش ولا كيدير ولكن حنا راه مقادين مسائلنا راه ما غاديش نقول ما يمكنش نوض ونعطيكم سر المهنة وهذاك اللي قلتو لي هذاك الغربان هي راه خدمنا عليه شحال وانا خدام عليه راه شهرين وانا كنخدم عليه علاش انا نقول لكم الحقيقة انا ما عندي علاش غادي نخاف درت فيه القبول على قبل هي هذيك ابتسام معاه هي فمها شويه في الهضره بلا 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 هذيك الهضره وراه بالصيف راه حيت طيحوا عليهم رباطل طيحوا عليهم رباطل وما دراوش والفنانه دنيا باطمه تي درويشه وهاد الناس تاعت الله واش بغيتي ما مديناش الغربان انا درت فيه القبول ودرت فيه واحد المسائل مثلا حتى لما تعاود تاني تعاود واحد الفيله راه ما ياخذو منها لا حق لا باطل هي راه بغات تدخل فيهم طول وعرض على قبل هاد الخدمه اللي درت ديال الغربه راه خطيره 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 راه هاد النوبه كاع راه معوله هي نيت على خزيت راه قالت ليا قالت ليا شوفي راه بغيت نخرج انا في كل شيء حتى من المحكمه ديال مراكش كل شيء غادي نخرج فيه وما كذبش عليك درت ليها واحد الخدمه واحد لا مولاتي الخدمه انا دروك كاع انا دروك وليت كنهضر وليت كنتكري واش بقى فاطمه الزهراء اختي اش بغيت نقول لك كاع الناس بداو يهضروا على الغربان الغربان اش فيه الغربان اش هذا اش هذا ما لهاش فيها راه ليلى ما راه مسكينه النهار كامل الليل عندي والنهار عندي راه ديما كنخدم اليوم الخدمه راه ماشي عيب شوفي يا راجل هادي ولات راه دهشة الشرارة على قبل خدمتي انا راه كان انا راه خدمتي خدمت الشرف خدمتي انا راه خدمت الشرف شوفي دابا صوتي كيفاش كيبدا يتبدل راه ماشي لخاطري وكتنوضو وكتبداو تهضرو مال هداك الغربان داير هكا مال هادي داير هكا راه كتبو تندير لهم انا عتروس هي العتروس بغا يمشي حدا باب الودايا باب كيحبس تما وكانت غادي تجلس عليه تقريبا غير واحد الخمسة دقايق
لو كنت فاش هو غيبي يقول ما 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 حتى ثلاث مرات راه ما نكذبش عليك هذيك الساعه راه بغات تخرج خدمه اخرى ثاني راه بغات تخرج كما كنقولوا قطريان بغات تخرج في مراكش كله وما حتى الغربان الحمد لله القضيه زعما ساهله وراه درناه في الميكا وصفراء وكل شيء صح والله اش غادي نقول لكم وهذوك الصحافي عندكم اختي فاطمه الزهراء وعفاريت وبالزربه دغيا داروا مورا ابتسام وصوروها وسير هكا وسير هكا اش غادي نقول لكم راه ما بقينا فاهمين حتى حاجه في هاد الناس هاك الباشا ما بقينا عارفينو فيه حتى حاجه الغربان ومال الغربان انا راه ما نخاف بغيتوني في اي حاجه في اي مساله جيو عندي ونقول لكم ومرحبا بكم عندي راه كيجيو عندي الرجال مزوجين والعيالات مزوجين والبنات والولاد وراه كنعلمهم حتى لهاد الحرفه راه الحرفه ديال شتا شوا في طراب ماشي عيب وما غاديش نطول عليك يا بنيتي راه معاك لاله مائكة مولات الجواد صاحبة لاله مولاتي ليلى ماما الدنيا باطمة الفنانة مشهورة ايوا صافي هذا هو اللي دار ليه فوتوكاري بقى فيا الحال لا اختي اسمحي ليا بقى فيا الحال بقى فيا الحال بديتو تهضرو على داك الغربان راه ماشي شي حاجة اللي نقولو خطيرة جاو عاودت انا كاع داكشي الاسرار ديال الخدمة الاسرار ديال الخدمه راني درتها لكم هادي كاين وهادي كاين وهادي كاين انا ما كنخاف كنخاف من سيدي ربي هذاك اللي فوق مني اللي خلقني هو اللي كنخاف منه مال بشري كما كنقول راه ما بغى يعطيني حتى حاجه معطي سيدي ربي هذا هو اللي قال لك لا عطاك العطي لا تحط لي طواتي ايوا فقت ما بغيتوني انا معاكم وانا غادي ندافع على الحق وعلى كل شيء وحنا بغينا هذيك الدنيا زعما بغينا تدخل للحبس هي تبقى لانها مزيان غصات في عباد الله غصات فيهم واه حسدوها على قبال صوتها زين وحسدوها على هذيك الطونه والتجريده كما كنقولوا في مراكش حسدوها لا انا ما قط الله فيا هي ما قط الله فيا كتعطيني ديما زعما ما نكذبش عليك اش منك يا روايح اش منك حتى بلا داك البومادوري كتبيع الدنيا اللي شي وحده يالله كدير 1200 ريال مسكينه عطاتها ليا والباح قالت لي هاك يا خالتي هاك ثلاثه ديال البومادات الله يرضي عليها لا زعما كيطلعوا فيا لا ما نكذبش عليك الفلوس راه ما راه ما راه مد هاد الدنيا راه كيباتوا عندي وكيضلوا عندي الغداء عندي الفطور عندي ديما ما تبارك الله هي بشي شكل هذيك ما حيت عارفاني انا كي دايره وكنصاوب لهم البركه ونيت هي هاد الدنيا راه قريبه قالت لك عندها شي سهره وتغني بتغني على لا ودرت لها واحد القبول في واحد الخاتم والصباط ديالها اليمني والصباط ديال راجلها اليسري الفرده اليسريه راه درت لهم شي قبول وشي محبه راه كيعرفتي ضروري مع ان زابا كارينا ولكن راه الخدمه ضروري كنخدم لهم ديما الخدمه ديما الخدمه وكنعطيها حتى المرشح كانت كتكون دايره في هذاك الشيء ديال المسائل وما غاديه وراجلها وكيبداو يرشوها هكا والناس كاع ما كيعيقوا داك الشيء